بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة مراجعات الدروس اللي بدأناها لسنة تالتة اعدادي الترم التاني علوم، وكنا وصلنا مع بعض عند الوحدة رقم 3 وهي المبادئ الاساسية للوراثة. هنبدأ بيها النهاردة ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ عاوزك تنزل تحت اسفل الفيديو، سايب لك رابط القناة التانية عليها ملخصات وشروحات ان شاء الله هنرفعها في الايام الجاية، هتعجبك كتير يا سنة تالتة بإذن الله، فما تنساش تشترك فيها. تاني حاجة، اضغط لايك للفيديو ده وشيره واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس كمان عشان يوصلك بيه كل اشعار جديد نرفعه والمراجعات اللي جاية ان شاء الله. وبس كده، يلا نبدأ. بسم الله، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1، كل مما يأتي من صفات نبات البازلاء التي درسها مندل ما عدا نقط. كل دول صفات نبات البازلاء ما عدا ايه؟ لون البذور. لا يا مستر، ما هي لون البذور كده كده هو درسه، احنا قلنا لون البذور في عندي صفراء وفي عندي خضراء. طيب عندي رقم 2، شكل الاوراق. هو مندل كان من ضمن الصفات السبعه اللي درسهم كانت شكل الاوراق؟ لا، ما كانش في حاجه تخص الاوراق خالص يا مستر. طب شكل القرون، هو درس فعلا القرون شكلها، في عندك قرن منتفخ وقرن محزز. عندك وضع الازهار، ايوه درسها، اللي هي في جانبي وفي طرفي. يبقى اذا الوحيده اللي ما درسهاش هي شكل الاوراق، يبقى اذا الاجابه هتبقى رقم ب. عندي بعد كده رقم 2، ازهار نبات البازلاء تلقح نقط. ازهار نبات البازلاء بتلقح ايه؟ هي الاول زهره البسله بتبقى زهره ايه؟ زهره خنثى. يعني ايه زهره خنثى يا مستر؟ يعني فيها اعضاء التذكير والتانيث معا، يعني فيها العضو، فيها الطلع، وفيها المتاع. طيب عندك بما انها زهره خنثى، قال لك يعني تلقح ذاتيا، يعني ممكن الطلع بتاعها يدي حبوب اللقاح للمتاع بتاعها. يبقى طب ممكن تلقح خلطيا، ايوه، ان هو مندل لما قطع الاصديه بتاعت الازهار عشان يعمل تلقيح خلطي، وقطع الاصديه ليه؟ عشان الاصديه ما تديش حبوب اللقاح للمياسم بتاعت نفس الزهر، فعشان كده هو ناوي يعمل تلقيح خلطي. يبقى ممكن كمان تلقيح صناعي. ما هو ايه هو اصلا التلقيح الصناعي؟ هو عمليه التلقيح التي تجرى بواسطه الانسان. يبقى مندل برضو عمل تلقيح صناعي، يبقى اذا ذاتيا تنفع، خلطيا تنفع، صناعيا تنفع. يبقى اذا جميع ما سبق ينفع مع زهرة نبات البازلاء اللي هي الزهرة الخنثى. طيب عندي بعد كده رقم 3، يجي يقول لك ترك مندل نباتات البازلاء تتلقح نقط عدة مرات للتأكد من نقاء الصفة. عشان يضمن نقاء الصفة ساب نباتات البازلاء تلقح نفسها ايه؟ هنقول له تلقح نفسها ذاتيا ولا خلطيا ولا صناعيا ولا جميع ما سبق؟ هنقول له سابها تلقح نفسها ذاتيا عدة اجيال عشان يتأكد ان البذور الصفراء بتدي صفراء والازهار الخضراء تدي خضراء. طيب عندي بعد كده رقم 4، قام مندل بتغطية نقط ازهار نبات البازلاء حتى لا يحدث تلقيح خلطي. بعد ما عمل عملية تلقيح خلطي غطى المياسم، غطى المياسم ليه؟ عشان يمنع حدوث تلقيح خلطي لها مرة أخرى. يبقى هنا متوك ولا مياسم ولا سبلات ولا بتلات؟ طبعا هو غطى المياسم. عندي بعد كده رقم 5، عند تلقيح نبات بازلاء ينتج بذور صفراء لعدة أجيال مع آخر ينتج بذور خضراء لعدة أجيال، تنتج هو هنا بذور صفراء لعدة أجيال، يعني معناها هو تأكد من نقاء الصفة طالما لعدة أجيال، يبقى إذا دي صفة نقية، مع بذور خضراء لعدة أجيال برضو، يبقى هنا تأكد من نقاء الصفة، يبقى عدة أجيال، يبقى هنا صفة الخضار دي صفة برضو نقية. طيب أنت عندك بذور صفراء نقية وبذور خضراء نقية، يبقى هنا مين اللي يسود؟ اللي يسود في الجيل الناتج هتبقى كلها بذور صفراء، تمام؟ يبقى هنا تنتج ايه بقى؟ نباتات بذورها خضراء؟ لا، لان صفة الخضار في البذور دي صفة متنحية. نباتات بذورها صفراء؟ ايوه، يبقى هنا الجيل الاول كله هيظهر بنسبة 100% نباتات بذوره صفراء، تمام كده؟ ليه؟ قالك لان صفة اللون الاصفر تسود على صفة اللون الاخضر، يبقى اذا الاجابة هتبقى رقم ب. هنا 50% بذوره خضراء و50% بذوره صفراء؟ لا، 75% بذوره صفراء الى 25% بذوره خضراء. الكلام ده هيبقى في الجيل الثاني، لكن على طول بمجرد ما يلقح هيظهر الجيل الاول هتبقى نباتات بذوره صفراء. بذوره ايه؟ صفراء. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك عند تزاوج ابوين احدهما يحمل صفه سائده نقيه والاخر يحمل صفه المتنحيه المقابله له، تكون نسبة الأفراد التي تحمل الصفة المتنحية في الجيل الأول كام؟ أنت عندك
في ابوين اتجوزوا، في واحد فيهم صفته سائده نقيه والتاني بيحمل صفه متناحيه، يبقى اوتوماتيك الجيل الاولاني كله بيبقى صفه سائده. اما هنا خلي بالك سالك ايه بقى، بيقول لك نسبه الافراد اللي بتحمل الصفه المتناحيه في الجيل الاول، هو اصلا الجيل الاولاني مصر ما بيظهرش فيه صفه متناحيه اصلا، الصفه السائده هي اللي بتظهر فيه بنسبه 100%. يبقى اذا هتبقى 75%، لا 50%، لا 25%، لا صفر. لان فعلا الصفه المتناحيه ما بتظهرش في الجيل الاول ولكن بتظهر في الجيل الثاني بنسبه 25%. خلاص يبقى هنا هنقول له بقى الصفة المتناحية في الجيل الأول صفر. عندي بعد كده رقم 7، يجي يقول لك عند حدوث تلقيح بين نباتي بسلة كلاهما طويل الساق تي كابيتال تي سمول، طالما العاملين بتوع الصفة مختلفين ماشي. وقبل ما اكمل المساله ديت، الناس اللي ما بتعرفش تحل مسائل الوراثه في 4 حلقات على القناه بعنوان الخلاصه في قوانين مندل للوراثه، تمام؟ دول ذاكر ال4 حلقات دول ان شاء الله بعدهم هتعرف تحل اي مساله وراثه هتقابلك في المنهج عندك. يبقى اذا لو انت لسه مش قوي في المسائل ارجع ال4 حلقات دول ذاكرهم الاول، تمام؟ ان شاء الله بعدهم هتعرف تحل اي مساله وراثه. طيب يبقى هنا عند حدوث تلقيح بين نباتي بسله كلاهما طويل الساق تي كابيتال تي سمول، طالما لقيت العاملين مختلفين، يعني مش تي كابيتال تي كابيتال، لا الاثنين مختلفين، واحد كابيتال والتاني سمول، تعرف على طول ان الصفه ديت هجين، تعرف على طول ان الصفه دي ايه، هجين. فإن الأفراد الناتجة تكون، طب هو هنا بيقول لي كلاهما هجين كده بقى، يبقى طويل الساق هجين، طالما هجين مع هجين أو صفة سائدة غير نقية مع صفة سائدة غير نقية، طالما سائد غير نقي مع سائد غير نقي، يبقى الأفراد هتبقى جميعها طويلة ولا جميعها متوسطة الطول، ولا نبات طويل لكل 3 نباتات قصيرة، ولا نبات قصير لكل 3 نباتات طويلة. بالراحة بص معايا كده يا مستر، لو احنا هنطبقها، لو انت على طول هتطبقها كقاعدة، ركز معايا كده. هو هنا بيقول لي ايه، الابوين الرمز البيرنت عندي الاباء، بيقول لي تي كابيتال ماشي تي سمول يتزاوج، بنعمل علامة اكس مع برضو التاني لان قال لي كلاهما، يبقى التاني برضو تي كابيتال تي ايه تي سمول. يلا نجيب الجيميتات، الامشاج عندك الامشاج اعزل العوامل، يبقى هنا تي كابيتال وهنا تي سمول وهنا برضو نعزلهم، يبقى هنا تي كابيتال وهنا تي سمول. يلا نجيب اف 1 الجيل الاولاني، الجيل الاولاني عندك بالرقم 1 2 3 4، 1 بيروح مرة مع 3 و1 بيروح مرة مع 4، وبعدين 2 بتروح مرة مع 3 و2 بتروح مرة مع 4. يلا 1 3 يبقى تي كابيتال تي كابيتال اهو، يبقى تي كابيتال تي كابيتال. بعد كده 1 تاني مع 4 يبقى تي كابيتال تي سمول. بعد كده 2 مع 3، بس خلي بالك بقى هنا 2 سمول يا مستر تي سمول، وهنا 3 تي كابيتال، قدم الكابيتال على السمول، يعني بدل ما نقول تي سمول تي كابيتال لا هنخليها تي كابيتال تي سمول، يبقى تي كابيتال تي سمول. بعد كده 2 مع 4 تي سمول تي سمول، ايه يبقى تي سمول تي سمول. الاجيال اللي ناتجه معاك ايه، في هنا دي اوله تي كابيتال، اوله تي كابيتال، اوله تي كابيتال، يبقى في هنا 3 سائد، يبقى في عندي هنا 3 سائد، وفي هنا 2 تي سمول، يبقى هنا 1 متناحي، 1 متناحي. فهنا بيسالك بقى بيقول لك ايه الافراد الناتجه تكون ايه، تكون جميعها طويله، لا مش كلها طويله يا مستر، في منهم 3 بس اللي طوال، يبقى هنا 3 طويل، تمام؟ يبقى اول اختيار ده غلط. جميعها متوسطه الطول، لا مفيش الكلام ده. رقم 3، نبات طويل لكل 3 نباتات قصيره، 3 نباتات قصيره، لا طب العكس، انا عندي نبات قصير لكل 3 نباتات طويله، دي كده طويل، الصفه السائده هنا يعني طويل وهنا قصير، يبقى في عندي نبات واحد قصير لكل 3 نباتات طويله، يبقى الاجابه دي غلط برضو. رقم 4، نبات قصير لكل 3 نباتات طويله، هنا 3 نباتات طويله، ادي 1 2 3 مظبوط، وهنا نبات قصير 1، يبقى اذا هي دي الاجابه الصح، يبقى هتبقى نبات قصير لكل 3 نباتات طويل، نبات قصير لكل 3 نباتات ايه طويل. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك رقم 8، يقول لك في تجارب مندل لدراسة وراثة زوج من الصفات، طالما قال لي زوج يبقى انا على طول دماغي تروح للقانون الاول، لان القانون الاول هو اللي كان بيدرس وراثة زوج واحد من الصفات المتضاد. وجد انه في الجيل الثاني تظهر النباتات ذات الصفات نقط بنسبة اكبر. هو انا عندك القانون الاول لمندل كان بيقول ايه، بيقول لك اذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من صفاتهما المتضاده فانهما ينتجان عند تزاوجهما جيلا به صفه احد الفردين فقط اللي هي الصفه السائده، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبه كام، بنسبه 3 سائد إلى 1 متناحي. يبقى هنا مين اللي بيظهر بنسبه اكبر، هو بيسالك بنسبه اكبر في الجيل الثاني، يبقى اوتوماتيك الصفه السائده. يبقى اذا هنقول له السائده ولا المتناحيه ولا النقيه ولا جميع ما سبق، هنقول له الصفه السائده يا مستر هي اللي بتظهر بنسبه اكبر اللي هي 75%، تمام؟ يبقى هتبقى رقم 1000. عندي بعد كده رقم 9، يجي يقول لك
لاحظ مندل في تجاربه على نبات البازلاء أن صفة نقط تظهر في الجيل الثاني بنسبة 25% عند دراسة كل صفة على حدة. تمام كده؟ إيه الصفة اللي بتظهر في الجيل الثاني بنسبة 25%؟ طول الساق. ولا طول الساق ده بالمناسبة أنت عندك الساق طويل، الطويل ده صفة سائدة. طب الصفة السائدة بتظهر في الجيل الثاني بنسبة 25%؟ لا يا مستر، طب الصفة السائدة بتظهر في الجيل الثاني بنسبة 75%. تمام، يبقى إذا أول اختيار ده غلط. طب الأزهار الحمراء، أنت عندك الأزهار بتاعة البسلة اللي هي اللون الأحمر أو القرمزي ده صفة سائدة، يبقى المفروض برضه هتظهر بنسبة 75% مش 25، يبقى إذا برضه الإجابة دي خطأ. رقم 3، القرون المحززة، أنت عندك شكل القرن، في عندك قرن منتفخ وقرن محزز، المنتفخ ده صفة سائدة، أما المحزز كان صفة متنحية، يبقى المتنحي هو اللي بيظهر بنسبة 25%. أيوه مظبوط، يبقى هنا الصفة المتنحية هنا هتبقى القرون المحززة. أما هنا الأزهار الجانبية دي صفة سائدة، المفروض هتظهر بنسبة بنسبة 75%، يبقى إذا الإجابة الوحيدة اللي صح هتبقى الصفة المتنحية الوحيدة القرون المحززة، ودي هتبقى بنسبة 25%، يبقى الإجابة هتبقى رقم جيم. طيب عندي بعد كده السؤال رقم 10، يجي يقول لك يكون عاملا الصفة الوراثية متشابهان في الفرد. عاملا الصفة، انت طبعا احنا عارفين ان كل صفة لها عاملين، يعني مثلا لون البذور دي صفة واحدة هي لها عاملين اتنين. تمام، فهنا العاملين بتوع الصفة دول بيبقوا متشابهان في الفرد ايه؟ النقي ولا الهجين ولا المتنحي ولا ألف وجيم معا اللي هو النقي والمتنحي؟ بالراحة، انت عندك الصفات، خلي بالك من المعلومة دي عشان ما يلخبطكش فيها، الصفات بتبقى في صفة سائدة وصفة متنحية، صفة سائدة وصفة ايه؟ متنحية. أما الأفراد خلي بالك مفيش عندي بقى فرد بقول فرد سائد وفرد متنحي، لا، الأفراد في نوعين، في فرد نقي وفرد هجين اللي هو بنسميه غير النقي. يبقى خلي بالك الصفات نوعين والافراد نوعين عشان ما تتلخبطش ما بينهم، في فرق بين الصفات والافراد. لو قال لك صفات، الصفة عندي نوعين، في صفة سائدة وصفة متنحية، اما هي الافراد في فرد نقي وفي فرد هجين، فرد نقي وفي فرد ايه؟ هجين. هو هنا بيسألني الصفة، بيسألني عن الصفة، عامل الصفة بيكونوا ايه؟ متشابهين. متشابهين في الفرد، يبقى هنا سألني عن الفرد بقى. العاملين يكونوا شكل بعض في الفرد اللي هنا، نقول له في الفرد النقي، في الفرد الايه؟ النقي. تمام كده، يبقى الإجابة هتبقى رقم ألف. رقم 11، تظهر الصفة المتنحية على أحد الأبناء إذا ورث من الأبوين نقط. هي الصفة المتنحية بتظهر على أحد الأبناء لو ورث من أبوه وأمه، ورث منهم ايه؟ جينين سائدين؟ لا، لو ورث جينين سائدين هتظهر على صفة سائدة مش صفة متنحية، يبقى الإجابة الأولى خطأ. جين سائد واحد؟ لا، ما هو لو ورث حتى جين سائد واحد يا مستر، الجين السائد لو اجتمع مع جين متنحي برضه هيظهر الجين السائد، يبقى اذا برضه دي غلط. طب جينين متنحيين؟ اه، لو ورث من، بس لو ورث من الابوين الاثنين، من كلا الابوين، صح كده، جينين متنحيين، ايوه، في الحاله دي هتظهر على الصفه المتنحيه. خلاص، جين سائد واخر متنحي؟ لا، لان السائد هيغلب المتنحي فالصفه السائده هي اللي هتظهر، يبقى الوحيده الاجابه الصح هتبقى جينين متنحيين. طيب عندي بعد كده رقم 12، يجي يقول لك ايه؟ طبعا للقانون الاول لمندل فان العوامل الوراثيه نقط عند تكوين الامشاج. العوامل الوراثيه اللي بيحصل لها، احنا قلنا بتنعزل عند تكوين الامشاج او بتنفصل، يبقى بتتضاعف ولا بتندمج ولا تنعزل ولا تختفي؟ هنقول له تنعزل عند تكوين الامشاج، ولذلك هو اسمه قانون انعزال العوامل. عندي بعد كده رقم 13، الصفة نقط تكون دائما نقية. انهي صفة دائما تكون نقية؟ احنا قلنا الصفة حاجتين، في صفة سائدة وفي صفة متنحية. الصفة السائدة حاجة من اتنين، يا اما صفة نقية يا اما صفة غير نقية. لو العاملين شكل بعض بنقول عليها صفة سائدة نقية، لو العاملين مختلفين يعني واحد كابيتال والتاني سمول بنقول عليها صفة سائدة غير نقية. اما المتنحية دايما بيبقوا الاتنين سمول، بيبقوا شكل بعض، فبيبقى على طول نقول على الصفة المتنحية دايما نقية. يبقى هنا الصفة مين تكون دايما نقية؟ هنقول له الهجينة ولا الوراثية ولا السائدة ولا المتنحية؟ هنقول له الصفة المتنحية هي اللي دايما ايه؟ بتكون نقية. طيب نكمل مع بعض.